أني أحلل الواقع مثل ما هو، أتمنى أفهم عليك أستاذ تغييره. إبراهيم. أستاذ نجم حبيب، الشيعة من زمان يدعون بالأغلبية، بس لازم شنو؟ إحنا نصير أغلبية، بنريد نحط لنا 2-3 سنة و2-3 كرات. الأحزاب الإسلامية الشيعية هذا من زمان، بس ما الخروج سيد مقتدى إلى أغلبية سياسية، يعني ما سميها وطنية، بالنتيجة أحزاب هم خليعتها. ما صارت السالفة سالفة أياد علاوي، أنه أنا جبت بوقتها، قلنا يا بي يا دكتور أياد علاوي 2010 دستوريا حقه قانونيا حقه، بس أكو ترسبات شيعية والله لا توافق عليها المرجعية، والله ولا توافق عليها إيران الراعية لجزء من المشهد السياسي الشيعي والوطني، ولا يوافق عليها الليبرالي ولا الشيوعي الشيعي. ودعتك الآن إحنا المشهد تركب طائفيا أستاذ نجم، طائفيا بعد 2003. أني الكثير من أصدقائك وأصدقائي وقاربك وأقربائي تشوفه شيوعي وتشوفه ملحد وتشوفه كذا، من تيجي تقول له يابا أني راح أطلع من الآن أروح إلى أغلبية وطنية أجيب كردي لو سني لو مسيحي رئيس وزراء، يقول لك والشيعة شبيهم مباشرة. هذا واقع، هذا واقع. وبالمناسبة التوافقيات العرقية والمكوناتية موجودة في سويسرا اللي هي أحسن. لا وليش الاستسلام لهذا الواقع المريض يا موجودة أستاذ إبراهيم؟ أنت لك خطاب أمام الناس. لا مو أني محترم. أنا هذا الواقع المريض، لماذا القبول به به والارتكال له؟ أنا أحلل الواقع مثل ما هو، أتمنى أفهم عليك تغييره. أفهم عليك الواقع، هذا الواقع.